بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مع كل شيء إلا بمقارنه وغير كل شيء إلا بمزايله مع كل شيء إلا بمقارنه وغير كل شيء الا بمزايله سبحانك يا لا اله الا انت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الانام سبحانك يا لا اله الا انت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان وكان الكلام في أمور ووصلنا إلى الأمر الخامس ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية وكان الكلام تحت هذا الامر في موارد. وصلنا الى المورد الرابع عشر. اقول التلازم الحتمي بين التدليس وسوء الخلق موجود واكيد وكل ذلك ملازم لمنهج التكفير وائمه المارقه. ولا اعرف كيف لعاقل منصف التصديق باكاذيب وافتراءات على شخص صدرت من خصمه وعدوه اللدود الحاسد له الحاقد عليه المكفر له المبيح لدمه وعرضه وماله والفاقد للمصداقية والأخلاق الإسلامية المحمدية صلى الله على محمد وعلى محمد ونكتفي بمورد واحد ففي البداية والنهاية في الجزء الثالث عشر ابن كثير قال وممن توفي في هذه السنة سنة 656 هجري من الأعيان أنا جعلت هذا المورد والكلام في نقاط أولا قال ابن كثير الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله لاحظ هذا هو أسلوب المكفرة أسلوب القتلة أسلوب الإرهابيين أسلوب الإقصائيين أسلوب الدواعش يقول ومن من توفي في هذه السنة من الأعيان يذكر عدة عناوين عدة أشخاص ومن ضمن من ذكره يقول الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله هذا هو استفتاح ابن كثير يقول عن الوزير ابن العلقمي يقول هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن علي بن أبي طالب هذه أسماء أجداد الوزير مؤيد الدين أو مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمي وزير المستعصم البغدادي أي الخليفة البغدادي وخدمه في زمان المستنصر او وخدمه في زمان المستنصر استاذ دار الخلافه مده طويله ثم صار وزير المستعصم اذا في زمان المستنصر العباسي كان استاذ دار الخلافه مده طويله بعد هذا في زمن الخليفه بعد المستنصر وهو المستعصم صار وزيره يكمل ابن كثير يقول وزير سوء على نفسه وعلى الخليفه وعلى المسلمين، مع انه من الفضلاء في الانشاء والادب، اخلاق عاليه تاخذون من التيميه وائمه التيميه. يقول وكان رافضيا خبيثا رديء الطويه على الاسلام واهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهه في ايام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، ثم مالأ على الاسلام واهله الكفار هولاكو خان، حتى فعل ما فعل بالاسلام واهله مما تقدم ذكره، ثم حصل له بعد ذلك من الاهانه والذل على ايدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله. وذاق الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار برذونة وهو مرسم عليه وسائق يسوق به ويضرب فرسه فوقفت إلى جانبه وقالت له يا ابن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره الى ان مات كمدا وغبينه وضيقا وضيقا وقله وذله في مستهل جماد الاخره من هذه السنه سنه 656 هجري وله من العمر 63 سنه ودفن في قبور الروافض اذا رأته امراه وهو راكب البرذون اي راكب الدابه، الدابه من الخيول او من البغال غير العربيه، اي من فصيله الخيليات غير العربيه، او هي يقال هي دابه من الخيول من الخيليات تكون او يكون البرذون ضخم الجثه، غليظ الاعضاء، قوية الارجل، له حوافر عظيمه، يتخذ للحمل خاصه، على هذه الهيئه تحدثت معه الأمرأة فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره الآن مات يكمل يقول وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف أقول واضح هنا خفة العقل والاضطراب النفسي قال إهانة لا تحد ولا توصف فأين هذه الاهانة التي لا تحد ولا توصف؟ التدليس والافلاس ظاهر من خلال اتيانه بقصة التدليس والافلاس ظاهر من خلال اتيانه بقصة من قصص العجائز جداتنا رحمهن الله والتي لا اثبات لها ولا اساس الا في مخيلته الاسطورية. اضافة لذلك فانه لم يذكر لنا الا حكاية أو سالفة العجائز هذه كما يقال سالفة عجائز فإنه لم يذكر لنا إلا حكاية بين قوسين سالفة العجائز عن المرأة وعن وعلى فرض ثبوتها فإنه ليس فيها إهانة بهذا الوصف لا تحد ولا توصف وعلى فرض ثبوتها فانه ليس فيها اهانه لا تحد ولا توصف، بالرغم من انها سالفه عجائز، مع هذا هي ليس فيها اهانه من النوع التي لا تحد ولا توصف، بل الكلام في تضمنها اصل الاهانه محل نظر. بل الكلام في تضمنها اصل الاهانه محل نظر، من حيث ان البرذون الخيل او البغل غير العربي المستخدم للحمل فقط وهو بمثابه السياره العاديه او القديمه او عربه الحمل في مقابل السيارات الحديثه الفارهه المدرعه كالجكسارات او ما يسمى بهذا الاسم او باسماء اخرى لا نعرف موديلات السيارات الحديثه في مقابل السيارات الحديثه الفارهه المدرعه كالجكسارات في هذا الزمان فبكل تاكيد سيسيل سيسيل لعاب المغول للجكسارات والسيارات المصفحه ورباعيه الدفع فتكون اول ما يسرق ويسلب وينهب وبعدها ياتي دور سرقه البراذين والحمير وباقي الدواب والمغول قد افسدوا في بغداد كل فساد وجعلوا كل اهلها اذله حتى ابن العلقمي فقد دفع كل امواله كما فعل التجار من أجل البقاء على حياته وعياله فصار مفلسا مفلسا ليس له القدرة على شراء جكسارات ذاك الزمان ولو حصل على واحدة فستكون هدفا لقادة المغول فسرعان ما تؤخذ منه صاغرا ذليلا مغلوبا فهو وزير مفلس مفلس لا سلطة له مع سلطة المحتلين العسكرية وحالة الحرب والطوارئ القصوى المعلنة ولا ننسى المقارنة بين ما فعله ابن العلقمي وباقي الرموز من تجار ورجال دين وذوي مناصب في دولة العباسيين وبين موقف الخليفة فضلا عن غيره وهو ذليل يتوسل المغول وقد دفع لهم الكنوز التي لا تحصى ولا توصف من أجل البقاء لكنه لم يجدي له شيئا ويحتمل أن تكون القصه قصه العجائز يحتمل ان تكون القصه فيها فضيله له لابن العلقمي من حيث ان كلمه المراه وقعت في قلبه فانقطع في داره الى ان مات وهذا ظاهره الندم والتوبه فهذه نقطه تسجل له ويبقى قبول توبته متوقفا على ائمه التيميه وربهم الامرد الجعد القطط برب الشاطر صاحب مليارات وتريليونات الصور ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، واما زعم ابن كثير بان ابن العلقمي صار في ذل وهوان واهانه على ايدي التتار، على ايدي المغول فمات في كمد وغبينه وضيق وقله وذله، هذا الزعم زعم ابن كثير يجيبه فيجيبه عليه. ويكذبه ابن العلقمي نفسه ويكشف فيه الحال التي كانوا فيها ابن العلقمي ومن اتهم من الشيعة من الروافض بأن ابن العلقمي يدافع عنهم إذن فيجيب عليه ويكذبه ابن العلقمي نفسه ويكشف فيه الحال التي كانوا فيها من, من ذل وبؤس وانتهاك للحرمات من الدويدار والأوباش أتبع أئمة التكفير والإرهاب الى المستوى التي تكون فيه كل قبائح ومنكرات المغول اخف عليهم جدا ولا تقارن ابدا بما يقع عليهم من الدويدار ومن معهم من ائمه الضلال المارقه ففي الوافي بالوفيات اقتبست هذا الكلام قال الصفدي ماذا قال؟ قال ابن العلقمي الوزير في كتابه الوافي بالوفيات وصل الى هذا الاسم ابن العلقمي الوزير يقول وقال له بعض اهل بغداد يا مولانا انت فعلت هذا جميعه وحميت الشيعه حميه لهم وقد قتل من الاشراف الفاطميين اي من الشيعه خلق لا يحصون وارتكب من الفواحش لاحظ قتل من اشراف الشيعه خلق لا يحصون وارتكب من الفواحش من نسائهم وافتضت بناتهم الابكار مما لا يعلمه الا الله تعالى. التفت جيدا، كيف اعطى صوره واقعيه او فيها من المبالغه الكبيره او هو واقع الحال بما وقع على اهل بغداد. التفت جيدا. هذا واقع الحال الذي وصفه هذا القائل الذي وصفه اهل بغداد كل هذا الذي وقع قالوا قتل من الاشراف، انت خرجت من اجل يقول فعلت ما فعلت حميه للشيعه ومع هذا قتل من ال من, ال من الشيعه خلق كثير لا يمكن احصائهم وارتكب من الفواحش من نسائهم وافتضت بناتهم الأفكار مما لا يعلمه الا الله تعالى التفت جريمه كبرى قبح وفساد الى أدنى مستويات القبح والفساد المتصوره، التفت ما هو جواب ابن العلقمي؟ لاحظ الآن هل صارت عندك الصوره؟ ماذا وقع على الشيعه، على نساء الشيعه، على أبناء الشيعه، على رموز الشيعه في بغداد، الشيعه الإماميه هنا الكلام عنهم، وهو نفس ما وقع على باقي المذاهب، على أبناء السنه، لا يوجد فرق بين هذا وهذا، لكن التفت إلى هذا الأمر، التفت إلى ابن العلقمي ما هو موقفه ما هي اجابته يقول له فقال ابن العلقمي بعد ان قتل الدويدار ومن كان على مثل رايه لا مبالاه بذلك اذن يقول بعد ان انقذنا الله سبحانه وتعالى من الدويدار ومن كان على مثل الدويدار من ائمه الضلاله من ائمه المارقه من ائمه التكفير من ائمه ابن تيميه والتيميه ذاك المصاب تلك الفواحش ذاك القتل تلك القبائح التي وقعت علينا من الدويدار ومن ائمه الضلاله اضعاف ما وقع من هولاكو والمغول. هذا لا يقارن بذاك لا يوجد مقارنه يقول ابن العلقمي بعد ان قتل الدويدار ومن كان على مثل رايه لا مبالاه بذلك هذه جرائم المغول لا تقارن مع جرائم التيميه، جرائم الدواعش نفس الحال الان ليس الشيعه وإنما أبناء الأبناء الأعزاء من السنة هم من الآن يهاجر إلى الغرب وإلى بلدان الكفر وإلى بلدان الصليب إلى بلدان المسيح إلى بلدان الأوثان والأصنام يستجيرون بهم من ظلم وقبح وإرهاب الدواعش أئمة التكفير أتباع التيمية وإنا لله وإنا إليه راجعون يكمل ابن كثير يقول وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة أقول سرعان من كشف كذب وزيف وإفك كل ما ادعاه ابن كثير فها هو ولد ابن العلقمي تولى الوزارة بعد موت أبيه أي تولى الوزارة في عهد هولاكو وسلطنة هولاكو أي أن ابن العلقمي عاش وزيرا في سلطنة هولاكو ومات وزيرا وخلفه ابنه في تولي الوزاره فأين الاهانه التي لا تحد ولا توصف ويؤكد استوزار ابن العلقمي في سلطنه هولاكو ما ذكره القل... القلقشندي صاحب كتاب ماثر الاناقه في معالم الخلافه في كتاب ماثر الاناقه في معالم الخلافه يقول القلقشندي حيث قال السابع والثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق المستعصم بالله يقول: ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يوما ثم نودي بالامان. طبعا كم يوم بقي وانت خذ من ثلاثه او اربعه ايام الى ما شاء الله من زيادات حسب ما يرى ويقترح الكاتب او حسب ما ينقل له ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يوما ثم نودي بالأمان وقتل الخليفة المستعصم ولم يوقف على كيفية قتله فقيل خنق أو خنق وقيل جعل في عدل في كيس جعل في عدل ورفس حتى مات وقيل غرق في دجلة واستبقى هولاك الوزير ابن العلقمي مده يسيره في الوزاره ثم قتله، التفت ماذا قال؟ واستبقى هولاك الوزير ابن العلقمي مده يسيره في الوزاره ثم قتله، اذا بقي في الوزاره ام لم يبقى؟ بقي في الوزاره. اقول عيب وخزي وعار على انسان يكذب ويفتري ويدلس ويستخدم عبارات غير مؤدبه ولا اخلاقيه، لكن فاقد الادب والاخلاق لا يجد في عبارات ابن كثير ولا باقي المنهج التيمي أي انحراف لأنه قد تطبع على ذلك وطبع على ذلك فلا يشعر بنفور النفس منه المورد الخامس عشر أقول في كل مئة عام أو كل عشرة أعوام أو في كل عام لا بد من مدلس يتلاعب بألفاظ الأحاديث والروايات والكتب والمخطوطات ويغير في معانيها وياتي بمعاني وتفسيرات جديده ما انزل الله بها من سلطان من اجل دفع ما ثبت عليهم من وهن وكذب وبطلان فيكون هذا المدلس الجديد مرجعا ومرجعا جديدا ومصدرا لاكاذيبهم وافتراءاتهم المتجدده على طول الزمان. فمثلا بعد ان كثر الكلام عن لؤلؤ واحتج الكثير بلؤلؤ وبعد ان وبعد ان انكشفت واشيعت مواقف لؤلؤ اضطر منهج التيميه للتدليس فوجد ان لا خلاص من خزي وعار لؤلؤ الا بان يدعي الا بان يدعي ان لؤلؤ شيعي رافضي ففعلها ابن كثير ففتح فتحا تدليسيا مبينا حيث قال في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم توفي في شعبان عن مئة سنة وقد ملك الموصل نحو من خمسين سنة وكان ذا عقل ودهاء ومكر والكلام لابن كثير وكان ذا عقل ودهاء ومكر لم يزل يعمل على اولاد استاذه حتى ابادهم وازال الدوله الاتابكيه عن الموصل ولما انفصل هولاكو خان عن بغداد بعد الوقعه الفظيعه العظيمه سار من سار؟ لؤلؤ سار الى خدمته طاعه له ومعه الهدايا والتحف فاكرمه واحترمه ورجع من عنده فمكث بالموصل أياما يسيرة ثم مات ودفن بمدرسته البدرية وتأسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة معدلته وقد جمع له الشيخ عز الدين كتابه المسمى بالكامل في التاريخ فأجازه عليه وأحسن إليه تفجيدا تفجي هذا عز الدين صاحب مجالس وسفر الخمور والمنكرات وصاحب مجالس الرقص والطرب هذا الغادر القاتل يعطي إجازة لي لإبن الأثير لصاحب كتاب الكامل في التاريخ يعطي إجازة له لإمضاء الكتاب لإثبات الكتاب لتثبيت الكتاب إجازة بالرواية إجازة بالكتاب إمضاء بما جاء في الكامل سجلوا هذه عندكم لاحظ كتاب الكامل وراجعتم كتاب الكامل وكاتب الكتاب هو ابن الاثير وكما نعلم بان ابن الاثير ليس بشيعي ليس برافضي تابع للدوله الصلاحيه المقدسه الايوبيه وايضا هو بالاصل تابع الى الدوله الزنكيه الاتبكيه وكتاباته فيها التمجيد لتلك الدول التي ينتمي اليها والتي يواليها والتي توافقه ب المذهب بالطائفة بالفكر بالمنهج ونعلم ولا يوجد خلاف بأن ابن الأثير وكتاب الكامل من المصادر السنية وانتهى الأمر هذا خلاصة الكلام وأعطاه لؤلؤ إجازة بهذا الكتاب إذن هذا لؤلؤ شيعي فما أحسن الشيعة في حرية الفكر وهذا مشهود للشيعة بهذا مهما كان الانتماء من قريب او بعيد بحق او بباطل لعنوان التشيع فالشيعي يتميز باعطاء حريه الفكر اعطاء العقل الخصوصيه الالهيه القدسيه المقدسه التي تميز الانسان عن البهائم تميزت الدوله الفاطميه بهذا وكانت حريه فكر وكما ذكرنا سابقا وتميزت الدوله المملكه الحمدانيه في الشام ايضا بهذا الامر، هذا الاحتمال الاول. الان نقول هل يقبل المقابل، هل يقبل العاقل بان الحاكم الشيعي الرافضي يعطي اجازه بكتاب او لكتاب الكامل في التاريخ ويجيز للكاتب ما سجل فيه وما جاء فيه يخالف الاصول والمبادئ والقواعد الفكريه الشيعيه؟ يسمح بالكتاب لا يعترض عليه من باب الحريه الفكريه، اما يعطيه اجازه عليه فهذه كيف تعقل يا ابن كثير يقول وقد جمع له الشيخ عز الدين كتابه المسمى بالكامل في التاريخ فاجازه عليه واحسن اليه وقام في الملك بعده ولده الصالح اسماعيل وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا ارمنيا اشتراه رجل خياط ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان شاه ابن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقصن قر الأتابكي صاحب الموصل وكان مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته لا نعلم هذه هذا التفريع فحظي عنده لأنه مليح الصورة سيأتي الكلام عن عن الصور الجميلة الوسيمة سيأتي الكلام عن الغلمان وكل شيء يرجع هنا إلى الشاب الأمرد فلا نعلم هل هذا التفريع جاء من الصورة الجميلة الوسيمة لأنه مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته يقول وكان مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه والوفود من سائر جهات ملكهم إليه ثم إنه قتل أولاد أستاذه غيلة ثم إنه قتل أولاد أستاذه غيلة واحدا بعد واحد إلى أن لم يبق معه أحد منهم فاستقل هو بالملك وصفت له الأمور وكان يبعث في كل سنة إلى مشهد علي قنديلا ذهبا زينته ألف دينار وقد بلغ من العمر قريبا من تسعين سنة هنا تنبيه قبل قليل قال توفي عن مئة سنة قال توفي قال الملقب بالملك الرحيم توفي في شعبان عن مئة سنة وقد ملك الموصل نحو من خمسين سنة إذن قبل قليل قال توفي عن مئة سنة فما باله عدل عنها إلى تسعين سنة إنه خفة العقل ومرض النفس والنفاق لا يوجد غير هذا المحتمل لأنه يعيش في مرض نفسي ونفاق وخفة عقل فلا يعلم ماذا قال قبله بضعة أسطر لأنه قد انشغل كليا بالتدليس ولتبرير الأمور بتدليس باطل يكمل يقول وكان شابا حسن الشباب من نظارة وجهه وحسن شكله وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر بعيد الغور وبعثه إلى مشهد علي سلام الله عليك يا علي وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على لاحظ هذا استدلال ابن كثير يقول وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه والله أعلم تعليق على مستوى تفكير ابن كثير أقول بعثه لهلاكا أضعاف ما يبعث لعلي عليه السلام دليل على فقدان عقله وتيميته، دليل على فقدان عقله ودليل على تيميته والله أعلم. باء أقول أيضا كل من يبعث هدية قنديلا إلى مشهد علي عليه السلام كل من يبعث هدية بين قوسين قنديلا إلى مشهد علي عليه السلام فهو شيعي كل من يبعث هدية إلى مشهد علي فهو شيعي هذا من أتفه الاستدلالات لإثبات التشيع على شخص وأقذر الاتهامات والافتراءات لتشويه سمعة الشخص والتأجيج ضده وأحقر اسلوب لإمضاء وإتمام منظومة تدليس تكفيرية قاتلة لازلنا في التعليق جيم كل من يبعث هديه بين قوسين قنديلا كل من يبعث هدية إلى مشهد فهو خفيف العقل هذا هو أصل الحكم والقاعدة الكلية التي اعتمدها ابن كثير فحكم بخفة عقل لؤلؤ وهذا يعني وكما نقول ونؤكد أن منهج التيمية يحكم بخفة عقل وجهل كل المسلمين ممن يبعث هدايا مادية ومعنوية إلى مشهد الرسول الكريم ومشاهد آل بيته الكرام ومشاهد الأولياء الصالحين إذن يحكم المنهج التيمي بخفة عقل وجهل كل المسلمين ممن يبعث هدايا مادية ومعنوية إلى مشهد الرسول الكريم أو مشاهد آل بيته الكرام أو مشاهد الأولياء الصالحين صلوات الله عليهم أجمعين فتبقى فقط فرقتهم الناجية المجسمة حزب الرب الشاب الأمرد الأسطوري المتصور بمليارات الصور والأشكال والمتجسد بمليارات الأجسام دال لم يذكر أهم حدث وأخطره وأفضعه قام به لؤلؤ فتحدث عن عمره وعن شكله وجماله وتحدث عن غير ذلك لكنه لم يذكر خيانه لؤلؤ ودوره في سقوط بغداد والخلافه من خلال الدعم العسكري وتامين مؤونه عساكر التتار من ماكل ومشرب ومسكن وتامين الطريق وامدادهم بالعساكر فهل نسي هذا؟ بالتاكيد لا يمكن ان ينساه فهو قد اشار اليه في مورد اخر في كتابه. لكنه المكر والخبث ومهاره التدليس وبراعه التدليس انه يعلم ويتيقن ان طرحه فريته تشيع لؤلؤ لكي يدفع ما سجله على منهجهم التكفير الفاسد وتدليسهم في اتهام ابن العلقمي بالخيانه وتحميله السبب الرئيس في سقوط بغداد وانهاء الخلافه وما رافقها وتبعها من اهوال فيأتي الاحتجاج عليه بخيانة لؤلؤ التيمي المارق غير الشيعي فأتى بأكذوبة تشيع لؤلؤ لدفع ذلك لاحظ، أين التدليس وأين براعة التدليس ومهارة التدليس؟ لاحظ يعلم هو يتيقن أن فرية تشيع لؤلؤ لماذا أتى بها؟ يعلم أنه أتى بها حتى يدفع ما سجل على منهجهم التكفير الفاسد وتدليسهم في اتهام ابن العلقمي بالخيانة وتعميله السبب الرئيسي في سقوط بغداد وإنهاء الخلافة وما رافقها وتبعها من أهوال، فيأتي عليهم الإشكال، فيأتي الاحتجاج عليهم على المنهج التيمي. بخيانة لؤلؤ التيمي المار غير الشيعي فماذا يفعل إذا هنا؟ فأتى بأكذوبة تشيع لؤلؤ لدفع ذلك لدفع الإشكال لدفع الاحتجاج وإذا ثبتت خيانة لؤلؤ على كل حال لا يمكن التخلص من خيانة لؤلؤ فماذا يفعل؟ فإنه جعل طريقا باطنا للتخلص من التناقض والاضطراب الفكري عنده وأئمته وعند أئمته فيسلك طريق الكذب والافتراء الجديد بتشيع لؤلؤ فتبقى الخيانه شيعيه تدور حول ابن العلقمي فيظن واهما انه قد سد كل ابواب النقد والاعتراض والتسفيه التي تسجل على اكاذيبه وهنا لم يتحدث عن خيانه لؤلؤ في سقوط بغداد والخلافه لانه لا يريد ان يفهم القارئ والمتلقي انه اتى بفريه تشيع لؤلؤ من اجل التدليس والافك على الشيعه على كل حال في قضيه الخيانه هنا سواء سجلت على ابن العلقمي او على لؤلؤ او على كليهما. اذا لا يريد من القارئ أن يفهم بأنه أتى بقضية تشيع لؤلؤ من أجل دفع قضية الإشكال الذي يسجل على لؤلؤ وخيانة لؤلؤ حتى تكون في مقابل من يتهم ابن العلقمي، فأتى في مورد مستقل لم يذكر الخيانة والسبب والاساس في سقوط بغداد حتى لا يكون ربط عندما يقرا الانسان يتابع القارئ المتلقي ممكن ان ينقدح الى الذهن قضيه الخيانه لبغداد وهو اول مره يقرا عن تشيع لؤلؤ لم يسمع بهذا من قبل فيتفاجا بهذا فتبدا ويبدا الفكر ويبدا العقل والعاقل يستفهم ويسال عن سبب الاتيان بهذه الفريه فسيفهم البعض هذا ما يتصوره ابن كثير ببراعته التدليسيه بشيطنته التدليسيه فأعطى هذا العنوان وعنوان تشيع لؤلؤ في مكان في مقام مستقل عن الحديث عن اصل الخيانه هناك فذكر عده امور وكرر بعض ما ذكره في نفس هذا المورد لكنه لم يذكر دور لؤلؤ في الجانب العسكري والاستخباري واللوجستي كما يسمى والمشاركة الفعلية بعساكره في قضية سقوط بغداد وإنهاء الخلافة المورد السادس عشر البداية والنهاية جزء ثالث عشر ابن كثير ثم دخل سنة ستة وخمسين وستمائة ستمائة وستة وخمسين هجري يكمل ابن كثير كلامه وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره وقتل معه ولده الأكبر أحمد ثم قتل ولده الأوسط عبد الرحمن وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم واسر من دار الخلافه من الابكار ما يقارب الف بكر فيما قيل والله اعلم. تعليق سلطه ومال ونساء وغلمان وفوقها امير امير مؤمنين وولي امر وحسناته اكثر من سيئاته وحسناته تمحو سيئاته ثم الجنه ورضا الله دنيا وآخرة له الدنيا والآخرة إذن فلماذا لا يتسارع من أجلها الطغاة فتقطع الرقاب وتسفك الدماء وتسبى العباد وتسود شريعة الغاب على نهج عبدة الشاب الأمرد بدون خجل وبدون حياء يقول ألف بكر هذه فقط من الأبكار وفقط ممن أسر منهن فماذا عن عدد الأبكار اللاتي لم يقعن في الأسر فقتلنا أو هربنا وماذا عن عدد النساء غير الأبكار ممن أسرنا أو قتلنا أو هربنا وماذا عن أعداد الصبيان والغلبان إنها جاهلية مقننة مشرعنة بفتوى أئمة التكفير والسبي وسفك الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يكمل ابن كثير وقتل اكابر الدوله واحدا بعد واحد منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين ايبك وشهاب الدين سليمان شاه وجماعه من امراء السنه واكابر البلد وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافه من بني العباس فيخرج باولاده ونسائه فيذهب به الى مقبرة الخلال تجاه المنظره فيذبح كما تذبح الشاة، فيذهب به الى مقبرة الخلال تجاه المنظره فيذبح كما تذبح الشاة ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. تنبيه هذا شاهد اخر، شاهد اخر يذكره ابن كثير يكذب به نفسه ويبطل مفترياته على ابن العلقمي، فتبين لكم هنا ان هولاكو هو الذي امر باستدعاء اكابر الدوله واحدا بعد واحد ومعهم اولادهم. ونسائهم فخروج ابن العلقمي مع اولاده ونسائه كان قهرا وتحت سلطه وامر هولاكو وليس باختياره كما حاول ابن الاثير الايحاء من خلاله ان اخذ عائلته معه يكشف نيته المسبقه في الغدر والخيانه بالخليفه والخلافه هذا من تدليس التيميه يكمل ابن كثير وقتل استاذ دار الخلافه الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي وكان عدو الوزير أقول هنا قطب النفاق والتجسس والمكر والغدر التيمي الذي لا شغل له إلا في الوقيعة بالآخرين إلا في الوقيعة بالآخرين وتغييبهم في غياهب السجون أو قتلهم وترحيلهم عن الدنيا وهذا نهج ثابت يورث من الآباء إلى الأبناء ومن السلف الى الخلف فها هو ابن الجوزي يتسلم رايه الحسد والحقد والمكر والغدر والنفاق من ابيه ابن الجوزي ففي الكامل الجزء العاشر في صفحه 181 حسب المصدر عندي ثم دخلت سنه 97 و500 597 هجري قال ابن الاثير الوفيات وفي هذه السنه في شهر رمضان توفي ابو الفرج عبد الرحمن علي بن الجوزي الحنبلي الواعظ ببغداد وتصانيفه مشهوره وكان كثير الوقيعه في الناس وكان كثير الوقيعه في الناس وكان كثير الوقيعه في الناس لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له. فاقول فاذا كان دينهم ومنهجهم واخلاقهم النفاق والوقيعه في الناس، فكيف فكيف نتوقع منهم الصدق خاصه مع الاعداء؟ فماذا نتوقع من ابن كثير؟ هل يخالف ائمته ومنهجهم التدليسي الحاقد الغادر فيتحدث بشيء من الانصاف عن ابن العلقمي؟ والعجب كل العجب ممن يأخذ من هؤلاء الإقصائيين المارقة أئمة النفاق والتكفير يكمل ابن كثير وأراد الوزير العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم و وعلمهم بها وعليها فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل ازال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيره من هذه الحادثه واتبعه بولده فاجتمع والله اعلم بالدرك الاسفل من النار وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في جمادى الاولى من هذه السنه سنه 656 هجري الى مقر ملكه وفوض امر بغداد الى الامير علي بهادر فوض اليه الشحنكيه اي هذه قياده الشرطه او مسؤول الامن او الحاكم العسكري فوض اليه الشحنكيه بها والى الوزير ابن العلقمي هذه العباره المكتوبه عند ابن كثير ماذا يريد ان يوهم بها لا اعرف لكن اثبتنا لكم بان ابن العقمي بقي على الوزاره وكما سماه واطلق عليه واعطاه عنوان الوزير اكثر من مؤرخ او كل من كتب عن ابن العلقمي الا في هذه العباره ماذا يريد ابن كثير؟ هل يريد ان عمل الشحنكيه قائد شرطه او مسؤول امن او حاكم عسكري كان بالمناصفه بين علي بهادر وابن العلقمي هل هذا هو القصد؟ وفي النتيجه لا تفرق هذه القضيه لكن هو عنده نقطه تدليس هنا سيستخدم هذه القضيه عنده تدليس سيقول يقول كان وزيرا وصار في الشحنكيه، لاحظ يريد ان يدلس بهذه القضيه، يريد ان يستفيد من هذه القضيه، لكن يقال له وسيقال له ان شاء الله بان الشحنكيه اذا كان هو مع علي بهادر فهي هذه قائد شرطه او مسؤول امن او حاكم عسكري، هذه هي كانت ارفع وظيفه، لا يوجد عنوان وزاره يعني لا يوجد غير علي بهادر وابن العلقمي لا يوجد غير هؤلاء في منصب ارفع من الشحنكيه. اذن فوض اليه الشحنكية وهو هذا أرفع منصب في زمن الاحتلال المغولي فلا يقال له كان وزيرا وصار مسؤول الشحنكية لماذا لانه عندما كان وزيرا يوجد فوق الوزير الخليفة ويوجد فوق الوزير قائد الجيش والمماليك ومماليك المماليك وأمة الضلالة المارقة المكفرة التيمية كلهم هؤلاء كانوا فوق ابن العلقمي أي مسؤول أي قائد أي شخص تنتمي الى ذاك الحزب وتلك الجهه فهو فوق ابن العلقمي، لاحظ نحن بلحظ هذه الخصوصيه بلحظ قدح ابن كثير بابن العلقمي بهذه الخصوصيه من الوزاره الى الشحنكيه لا يتم هذا القدح، هذا القدح باطل، هذا القدح فيه تدليس واسس للتدليس له. يقول فلم يمهله الله ولا اهمله بل اخذه اخذ عزيز مقتدر في مستهل جماد الاخر سنه 656 هجري يكمل يقول كان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا فمات جهدا وغما وحزنا وندما إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم فولي بعده الوزارة ولده عز الدين ابن الفضل محمد فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام ولله الحمد والمنة لاحظ سأشير و ايضا لا باس بالاشاره مسبقا هنا التفت جيدا هو الذي قال فولي بعده الوزاره ولده عز الدين يقول ابن كثير وقتل استاذ دار الخلافه الشيخ ابن الجوزي وقتل اولاده الثلاثه وسجل هنا تعليق اذا كانت القضيه غير علميه وغير مهنيه وغير واقعيه وكانت مجرد حشو كلام وكذب وافك وافتراء، فبالاولى ان يقال على ابن الجوزي كل ما قاله عن ابن العلقمي واضعاف ما قاله، فعلى لسان ابن كثير نفسه على نفس المقياس، فعلى لسان ابن كثير نفسه يقال عن ابن الجوزي كان مجسما جلدا تكفيريا خبيثا فلم يمهله الله تعالى وقد اقتص تعالى منه عاجلا هو وأولاده الثلاثة بعد أن أذله أسوأ ذلة بعد أن كان أستاذ دار الخلافة وله من النفوذ والسطوة بحيث عاد الوزير وكان ينافق عليه عند الخليفة وأبناء الخليفة وقادة جيشه وكان رأيه ونفاقه يقدم على رأي الوزير وغير الوزير وكان مفتي الخلافه الاول الاكبر الذي استطاع بنفاقه وفتاواه التكفيريه ان يؤجج الطائفيه فاباح لجيش الخلافه سلب ونهب محله الكرخ واباح لهم دماء واعراض واموال الشيعه هناك وحلل للجند الاعتداء على الاعراض وارتكاب المحرمات فلم يمهله الله ولا اهمله. بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، وأراد أستاذ دار الخلافة ابن الجوزي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس، أنا أتحدث على لسان وبنفس أسلوب ابن كثير واراد ابن كثير يقول واراد استاذ دار الخلافه ابن الجوزي قبحه الله ولعنه ان يعطل المساجد والمدارس والربط والحسينيات والتكايا الصوفيه ببغداد وان يبني للمارقه مدرسه هائله ينشرون علمهم التكفيري وعلمهم الداعشي بها وعليها فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل ازال نعمته عنه وقصف عمره بعد سنة ساعات يسيرة من هذه الحادثة واتبعه باولاده فاجتمعوا والله اعلم بالدرك الاسفل من النار، هل يعقل وهل يقبل مثل هذا الخطاب؟ وهل يمكن ان يؤخذ علم وواقع وحق وحقيقة من مثل هذا الخطاب؟ والمنهج الاقصائي الداعشي التيمي المكفر ونؤكد اننا نرضى منهم لو اكتفوا بالنفاق. والكذب والإفك والخيانة والغدر والتكفير بكل أصنافها النظرية والعملية لكن دون سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب ونهب الأموال يكمل ابن كثير ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها التلول وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم فتغيرت صورهم وانتنت من جيفهم البلد وانتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء الى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح وذكر ابو شامه و شيخنا ابو عبد الله الذهبي وقطب الدين اليونيني انه اصاب الناس في هذه السنه بالشام وباء شديد وذكروا ان سبب ذلك من فساد الهواء والجو فسد من كثره القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى الى بلاد الشام فالله اعلم. اقول وشهد شاهد من اهلها وعصفور كفل زرزور ابن كثير يستشهد بكلام ابي شامه ولا غرابه في مثل هذه الهمبلات بين قوسين الهمبلات والخزعبلات وخرافات الف ليله وليله والسندباد البحري والبري والجوي من ائمه الارض مسطحه والشمس تدور حول الارض والله مصيبه فحتى لو كان هولاكو ضرب العراق بكيمياوي أو نووي فكيف يصل إلى الشام؟ فكيف يصل إلى الشام ويميت أهل الشام؟ وقد فقي من أهل العراق الكثير ممن لم يموت بقوا لم يموتوا وكيف بقي من اهل العراق الكثير ممن لم يموت بكيمياوي ابن تيميه ونووي ابن كثير، كيف هنا هؤلاء بقوا لم يموتوا واهل الشام ماتوا بكيمياوي ونووي ابن تيميه و... كيميائي ونووي ابن كثير خرافة في خرافة المورد السابع عشر بغداد تسقط والخلافة في بغداد قلعت من جذورها والخليفة وعياله ووزراؤه وقادة جيوشه وعوائلهم وجميع المسلمين وعوائلهم أسرى وسبايا بيد المغول ولا نحتاج التذكير بواقع الحال والوصف الذي وصفه به ابن الأثير وابن كثير وقد مر علينا ومع كل تلك المآسي والمهالك والخراب والدمار والإبادات التي وقعت على الإسلام والمسلمين فإننا نجد دواعش الفكر أئمة المنهج التيمي يظهرون نفاقا اهتمامهم بالأمر من أجل تهيئة الأجواء والظروف والأفكار والنفوس لمشروع تكفيري قاتل سافك للدماء تحت عنوان الطائفية الشيطاني فيختزلون القضية كلها بابن العلقمي كذبا وزورا وثم تعميم الحكم والمسؤولية على الشيعة كي يكون للدواعش المبرر والقبول الاجتماعي السني لقيادة الاجرام والارهاب والقتل ضد الشيعة واشغال المجتمع السني والتغرير به تحت عنوان الطائفية والمذهبية وتمرير مشروع التكفير القاتل الارهابي في المجتمع السني دون ان يشعر به حتى الوصول الى استحكام المشروع ثم الانقلاب على اهل السنة انفسهم وتصفيتهم بنفس مبررات تصفية الشيعة وهذا ما حصل فعلا والايام التي نعيشها تشهد لهذا ولو كان لهؤلاء الائمه المارقه ضمير وانصاف وانسانيه ولو بحدها الادنى ولو كان عندهم اهتمام لما وقع على المسلمين لتاثروا بالمواقف المخزيه لابناء العلاقم المتصارعين على السلطه والجاه والاموال الذين شغلوا المسلمين بحروب داخليه ضاعت فيها الارواح والاموال والاخلاق فلنطلع على موقف واحد كاشف عما جرى في ذلك الزمان يذكره ابن كثير نفسه، لكن اين العقل والضمير والانصاف والانسانيه والاخلاق؟ قال ابن كثير في نفس المصدر ونفس مورد الكلام، البدايه والنهايه جزء ثالث عشر، ثم دخل سنه 56 و وستة 656 هجري وفي هذه السنه اقتتل المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث عمر بن العادل الكبير وكان في حبسه جماعه من امراء البحريه منهم ركن الدين بيبرس البندق داري فكسرهم المصريون ونهبوا ما كان معهم من الاثقال والاموال ونهبوا ما كان معهم من الأثقال والأموال وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء فقتلوا صبرا وعادوا إلى الكرك في أسوأ حال وأشنعه وجعلوا يفسدون في الأرض ويعيثون في البلاد فأرسل الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا هذا الناصر سياتي الكلام عن الناصر فارسل الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا ليكفهم عن ذلك فكسرهم البحريه واستنصروا فبارز اليهم الناصر بنفسه فلم يلتفتوا اليه وقطعوا اطناب خيمته التي هو فيها باشاره ركن الدين بيبرس المذكور وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان المورد الثامن عشر البداية والنهاية ثم دخل السنة ستة وخمسين سنة وخمسين هجري عندي أولا وثانيا وثالثا سنعرف إلى أن إن شاء الله أولا في مقام تمجيده وتقديسه للعباسيين قال بن كثير وممن توفي في هذه السنة من الأعيان خليفة الوقت المستعصم بالله أمير المؤمنين آخر خلفاء بن العباس بالعراق رحمه الله وقد كان حسن الصورة جيد السريرة صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات وإكرام العلماء والعباد وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ خراسان وحدث عنه جماعة منهم مؤدبه شيخ الشيوخ وأجازه هو الإمام محي الدين ابن الجوزي وللشيخ البادرائي وحدث عنه بهذه الإجازة وقد كان رحمه الله سنيا على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما كان أبوه وجده قتله التتار مظلوما مضطهدا فرحمه الله وأكرم مثواه وبل بالرأفة ثراه فكان آخر الخلفاء من بين العباس الحاكمين بالعدل بين الناس ثانيا في مقام المقارنه ولو المحتمله بين العباسيين وبين اسياده اي أساد ابن كثير وبين اسياده وامته الايوبيين ودولتهم المقدسه فهنا وجب عليه الطعن والتسقيط بالعباسيين حيث قال ابن كثير كان فيه لين على من؟ على نفس الخليفه العباسي كان فيه لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه ومن جملة ذلك أنه استحل الوديعة التي استودعه إياها الناصر داود بن المعظم ابن الملك العادل وكانت قيمتها نحو من مئة ألف دينار فاستقبح هذا من مثل الخليفة وهو مستقبح ممن هو دونه بكثير بل من أهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤديه إليك كما قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما فقط أيضا للتذكير هنا قال وديعة عند الخليفة من الناصر داود ابن المعظم ابن الملك العادل وكانت قيمتها نحو من مئة ألف دينار لاحظ مئة ألف دينار فقط للتذكير للمقارنة ذاك لؤلؤ ماذا كان يبعث في كل سنة إلى مشهد علي عليه السلام يبعث قنديلاً ذهباً زنته ألف دينار وهناك من الوديعة مئة ألف دينار مئة ألف دينار وهناك ألف دينار ولؤلؤ يبعث كل سنة ألف دينار يعني لو بقي لؤلؤ على قيد الحياة لمدة مئة عام ويبعث كل عام قنديلا ذهبا إلى مرقد علي ومشهد علي عليه السلام حتى يصل بمقدار ما أوصله إلى مشهد علي على طول مئة عام متتالية يساوي هذه الوديعة هو استكثرها هناك قال يعطي ألف استدل بالقنديل على تشيع لؤلؤ بذاك التدليس الذي شرحناه من اين لهم هذا؟ اذا لا يوجد وزاره، مفوضيه، دائره، جهه، محكمه، مركز، كتله تحت عنوان النزاهه، فاين تذهبون من النزاهه الالهيه والحكم الالهي؟ سيجمع ابن كثير وابن تيميه مع لؤلؤ ومع اصحاب لؤلؤ ومع من دافعوا عنهم من الدوله المقدسه الصلاحيه وغير الصلاحيه، الله العالم الان هم اين؟ وفي أي مكان وفي أي مقام وماذا يحل عليهم وقال أيضا وممن توفي في هذه السنة من الأعيان الملك الناصر داود المعظم وأنه أودع الخليفة المستعصم في سنة 47 سنة 647 هجري وديعة قيمتها مئة ألف دينار فجحدها الخليفة فتكرر وفوده إليه وتوسله بالناس في ردها إليه فلم يفد من ذلك شيئا فيا منهج التدليس وتأليه الأشخاص أين إذن حكمهم العادل بين الناس أعطاه وديعة فلم يرجع له وقارنه مع اليهود ومع أسوأ اليهود ومع خائني الأمانة من اليهود قارن الخليفة وهو قبل قليل قال فكان اخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس اقول اين حكمهم العادل اين حكمهم بالعدل بين الناس ثالثا ولما وصل الى مقارنه العباسيين مع اسياده وائمته وانبيائه ورسله القدسيه المقدسه ودولتهم الاقدس الاقدس فهنا وجب عليه تسفيه وتسقيط العباسيين اكثر واكثر ومما قاله بن كثير ولم تكن ايدي بني العباس حاكمه على جميع البلاد كما كانت بنو اميه قاهره لجميع البلاد والاقطار والامصار يقول لم تكن هذه كما كانت بنو اميه قاهره لاحظ عنده هذا هو عنده القهر اهم شيء عند التيميه هذا هو اساس داعش هنا اساس التكفير هنا اساس الاجرام هنا التنظير للتكفير والارهاب وسفك الدماء عندهم القهر عندهم القوه عندهم السيف عندهم الذبح عندهم الارهاب عندهم سفك الدماء ومص الدماء هذا هو الاصل، هذا هو الاساس. كل علاجات باطله اذا لم يعالج الارهاب من الاساس، من الفكر، من التنظير، من المنظرين. هذا الذي ندعو اليه من سنين من عشرات السنين. هذا هو الاصل في سفك الدماء. ابن تيميه والمنهج التيمي هو الاصل في القتل والتقتيل والارهاب. لاحظ هذا هو الاسلوب. يقارن يقول ولم تكن ايدي بني العباس حاكمه على جميع البلاد كما كانت بنو اميه قاهره قاهره لجميع البلاد والاقطار والامصار. يكمل يقول فانه خرج في نفس المورد الكلام يقول فانه خرج عن بني العباس يعني في نفس المصدر وفي نفس مورد الكلام يقول هذا الـ هذا الـ هذا المقطع وهذا المعنى يقول فانه خرج عن بني العباس بلاد المغرب ملكها في اوائل الامر بعض بني بني اميه ممن بقي منهم وقارن بني العباس دوله المدعين انهم من الفاطميين ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب وما هنالك التفت يقول وقارن بني العباس دوله المدعين قارن بني العباس دوله المدعين اي دوله المدعين انهم من الفاطميين قارنوا بني العباس اي اخذوا ايضا من البلاد الاسلاميه وقارن بين العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب وما هنالك وبلاد الشام في بعض الأحيان والحرمين في أزمان طويلة وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان وما وراء النهر وتداولتها الملوك دولا بعد دول حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد حتى لم يبقى مع الخليفه منهم الا بغداد وبعض بلاد العراق وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الاموال في اكثر الاوقات كما ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات. وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الاموال في اكثر الاوقات كما ذكر ذلك او ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات. اقول: فأين إذا حكمهم بالعدل بين الناس؟ وأين تسننهم وسلفيتهم واعتقادهم الجماعة؟ قال: وقد كان الخليفة المستعصم سنيا على طريقة السلف واعتقاد الجماعة، كما كان أبوه وجده، فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس. رابعاً: لما يصل أئمة الإقصاء التيمي الناصبي الى عدوهم اللدود علي امير المؤمنين واهل بيت النبي الامين عليهم وعلى جدهم الصلاه والتسليم فان كل ما يرتبط بعلي عليه السلام يكون خبيثا ملعونا رافضيا ملحدا حتى لو كان الارتباط اسميا شكليا مصلحيا انتهازيا مسيئا لعلي واهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام. فيما يصير فيما يصير المخالف لهم عادلا صالحا قديسا مقدسا قال ابن كثير وقارن بني العباس دوله المدعين انهم من الفاطميين ببلاد مصر الى اخر كلامه لاحظ دوله المدعين انهم من الفاطميين يعني ينفي عنهم النسب من اساسه كما ينفون النسب للنبي والانتساب للنبي للحسن والحسين عليهم الصلاه والسلام والقدح بهما من خلال القول بانهم ابناء بنت فهنا خطوه اضافيه خطوه اخرى خطوه اعماق بانه ينفي اصل النسب هذه ان تذكر تذكر عندما كنا في المعتقل في زمن النظام السابق من ضمن القضايا والماده القانونيه والجريمه والجرائم والتهم التي اعتقلت من اجلها ان الصرخه والسياده لصرخه ومشجر صرخه غير مسجل في ديوان الرئاسه، ديوان رئاسه الجمهوريه غير مسجل في العشائر في عشائر الساده وعوائل الساده المسجله في ديوان رئاسه الجمهوريه وطبعا مع اخذ ورد وكلام ونقاش واعتراض وسب وشتم وكلام كثير وضرب الى ان وصل الكلام الى انه هل عندك وثيقه تثبت السياده بشرط ان تكون الوثيقه من الدوله العثمانيه وثيقه عثمانيه تدل على السياده. فقلت له ان كانت السياده تاتي من غير العرب فلا خير بالسياده التي تاتي من هذا الطريق فهل يحتاج السيد الى ان يلتجئ الى غير العربي لاثبات سيادته هل السيادة تثبت بهذا الطريق بالوثيقة العثمانية فيأتي هنا الخط التيمي من غير العرب ويتحدث عن النسب وينفي النسب كما يشاء كما نفع وينفي الثوابت والضرورات الإسلامية والأخلاقية إلى أن وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله وقال أيضا واستمرت دولة الفاطميين قريبا من 300 سنة حتى كان آخرهم العاضد الذي مات بعد الستين وخمسمائة في الدولة الصلاحية الناصرية القدسية الصلاحية الناصرية القدسية والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأسألكم الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد